أنا شو بالنسبة لي؟ لكن هو إيه في شيء بدي أقولك إيه؟ بدي أقولك إنه الظاهر أنت شوي محرورة، يعني حرارتك شوي عليانة، يعني فوق 39 شوي. هلا أنا قاعدة عم بفتح لك قلبي وأنت عم تمزح، هيدا اللي طلع معك هلا؟ عم تمزح معي؟ وقف لي السيارة بدي أنزل. لو ما بدي وقف لي السيارة ما رح نوصل. وقف لي بليز بدي أنزل، بدي أروح مشي، بليز وقف السيارة. شو بتروحي ماشي؟ شو بنزلك هيك نص الطريق يعني؟ عملتها مرة مش صعبة تعيدها، وقف لي. وقف لي بليز. خلص سمر بلا عناد، كيف بدي أوقف لك على الطريق؟ خلص يا عمي وقف لي هون، ما في حدا، وقف لي. مجنونة أنت. وقف. ثانكس. وين رايحة؟ عم شو بكي؟ شو في عمي؟ ليش هيك بقيت؟ شو بكي؟ تركني أنا معصبة منك، واحد معقد. أنا المعقد ولا أنت اللي مفكرة حالك؟ شو مفكرة حالي؟ ماشي ما بدي أحكي. أحسن ما تحكي، كلمة تحكي كلمة تخبص. شو بدك أقول لك يعني؟ بعتذر، سوري، ما بعيد حقك علي، أنت الربحاني منيح؟ منيح هيك؟ وهلأ بتجاوبني على سؤالي؟ أنا مين بالنسبة إلك؟ لا أنت إنسان رهيب؟ يا مش معقول، بتجنني. شو انك شاطر بالحكي بس يجي الوقت انك تقول الاشياء الاساسية خلص تسكت، ما بتقعد تعرف تعمل شيء. يا عمي انا تعبت فتش على الكلمات. فيك تسكتي؟ قلتي لي انا اللي بحكي كتير ولا انت كل الوقت بل 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 بل. شو بدك يعني؟ بدك تسمعي؟ ايه بحبك. ليه هيك انبسطتي؟ انبسطت انه هيك من الاول. هلا هاي الدوشه كلها عملتي لي اياها كرمال هالكلمه بس. فينا نفل؟ مجنون العادي. Thank you.